Revue de presse. باش نعملوا طلع للصحف الورقية التونسية اليوم باش نكتب فيه الحقيقة بزوز مقالات ونحبش نحكي برشا في الكورة على خاطر بما أنه أكثر حاجة نجم وتقرأوا عليها اليوم هي مقالات الكورة والرياضة بصفة عامة في مختلف الصحف الورقية. اخترت زوز مقالات مهمين. المقالول تقرأوه في جريدة الشروق في صفحة 9، مقال عنوانه بسبب غياب المراقبة وضعف المنظومة الإعلامية 25 مليار يختلسها موظفون سنويا. نسمع من وقت لآخر بعمليات سرقة أموال من مؤسسات عمومية يتحكي عليها في وسائل الأعلام، وأكيد ثم عمليات اختلاس أخرى تصير أنكاشات وما يسمع بها حتى حد. رغم غياب أرقام دقيقة على حجم المبالغ اللي تم اختلاسها سنويا من المؤسسات البنكية والمالية في بلادنا، إلا أن الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب يقدرها ب 25 مليار كل عام يتم سرقتها من المؤسسات العمومية في بلادنا. يستوليوا عليها رؤساء فروع البنوك وحتى الأعوان واللي في ايديهم الحسابات والقبات في بعض الشركات العمومية. الحكاية زادت في السنوات الخمسة الأخيرة بعد الثورة، وبالاطلاع على أرقام وزارة الداخلية عدد قليل من اللي قاعدين يقوموا بالسرقات هذه يتم القاء القبض عليهم. البقية واللي عددهم أكثر بيان سور يهربوا من تونس. بعض الأمثلة على السرقات هذه تنجموا تقراوها اليوم في مقال جريدة الشروق في الصفحة 9 كما قلت، وهذه الكل يسير في غياب المراقبة وضعف المنظومة الإعلامية اللي تعتمدها الإدارات والمؤسسات العمومية منذ سنوات. إلى حد الآن لا يتم ميزاجور ولا نطوروا من السيستم انفورماتيك متاعنا، وهذا بطبيعة يتسبب في سهولة عمليات السرقة اللي قاعدة تصير، والتونسي بيان سور ما يسمعش بها. نبعد على الموضوع هذا ونمشي لجريدة الصريح في الصفحة 7 اليوم تقراو على موضوع الدخان المهرب. مقال عنوانه رافل على السجائر المضروبة، سجائر الكونترا مسرتنا 11 مرة أكثر من السواقر العادية. المعهد الوطني للاستهلاك تحت إشراف وزارة التجارة يستعدوا لشن هجوم على الدخان المهرب والمقلد في تونس من خلال حملة وطنية كبيرة باش تنطلق عن قريب، وللتحسيس بمخاطر التدخين بصفة عامة وخاصة مخاطر النوع هذا من الدخان اللي يظهر مرفق بالنسبة للمواطنين التوانسة، أسوامه أقل برشا من أسوام الدخان المحلي صنع في بلدنا، إلا أنه مخاطره أكثر على صحة الإنسان. زيد عليه اللي هو يتسبب في خسائر سنوية تقدر ب 500 مليار بسبب تهريب الدخان لتونس. نركز فقط على معلومة السواقر الكونترا، السواقر هذه مسارتنا 11 مرة أكثر من السواقر العادية. مش قال لك السي عماد وانت هيك مدخن؟ والله ايش باش نقول لك اوائل، والله تعرف راهو ساعات اللي يشري يعني باكو دخان نتاع دينار ولا نتاع 11 مية، صراحة فما فئة معينة نتاع العباد معذورين، ما ينجموش شي باكو دخان ب 6000 ولا قداش سومو؟ فما تيكي بلو الميريت واللايت تي من غير ما نسميهم، هذوك ب 6000، فما ب 6000، فما حتى شكون يبيع ب 6500، وفما بعض الجمارك تبيع ب 5450. كيف فما الدخان هذاك الليجاند وكا البين وكا الاشفورد بدينار، هذاك دينار ب 11 مية، وحتى نلقاهم ساعات في الاسواق نلقاهم حتى بارخص برشا، وكما مضرين على الاخر وما نعرفوش المشكله، ما نعرفوش حتى المكونات نتاعها، ما تعرفش المكون نتاعه وما تعرفش من وقتاش مصنوع. اما سامحني قداش شنو الظروف اللي تخلي فيهم تونس؟ اما سامحني وائل، اللي يخدخ نعش نقولوا يخدموا في الحظاير مثلا، ولا اللي ياخذوا في 180 و200 دينار، المواطن العادي ما ينجمش ياخذ باكم نتاع 3000 ولا نتاع 5000 ولا نتاع 6000. اللي لازمك على المر قال لك كان لي امر، دونك ما نجموش ندخلوا في الفولونتي نتاع العباد. اما ما يسالش النداء للدوله، الدوله كانت تحب تشجع وتنحي التجارة الموازية سورتو في الدخان، ماذا بها الدخان الحكومي متاعنا المارس اللي جير نورمالمون ينقصونا فيه شوية، يولي مدعم، يولي حتى البسيط الإنسان اللي جورني 5000 و10000 ينجم زادا ياخو دخان موش مضر، موش كما قلت انت توا مسرطة 11 مرة أكثر من الدخان العادي. حسيل والله العظيم شكشوكة، تعرف شنو توا الدولة بالله موضوع هو للنقاش، موضوع كبير للنقاش. الدخان راه أكثريته ضرائب، معناتها السوم علاش سومه عالي؟ أداءات وضرائب، عليك علاش يعلى السوم نتاعو؟ احنا نشوفوا خزينة الدولة وتمويل الميزانية ديما نمشيو للحلول البسيطة، الحلول نتاع زيد في الدخان، زيد في درشنو، زيد في شنو باش نجموا احنا نمولوا ميزانية الدولة. كله مربوط ببعضه، وهذا انديريكتومون صحيح، تولي تشري باش يشجع دينار باش يمشيو يقبلوا على السلعه المهمه، ومضر على الاخر، وما نعرفوش حتى شنو هما لي كومبوزيسيون نتاعو نتاع الدخان، ما نعرفوش حتى باش مصنوع جمله. والله كان تبطلوا دخان وترتحوا ريوسكم الجواجم هذه كل كان خير، ما ندخلوش في الفولونتي نتاع العباد اكثر من اللي يعطيناش فلوسكم. مش عنده ديفي؟ لا مش اي، هو عنده ديفي اذا كانوا نسالي شوف، معليش باش نجيو نصلحوا غلطه بغلطه اخرى. اغزر شوف الحكومه اخويا، اموري انا نتكيف ولا اي واحد يتكيف
ماكش انت تجيب الترجع تاعو بعد 30 ولا 40 سنه. انا معاه اللي هو يبطل الدخان, اما ضد يتكيف نتاع باكم نتاع دينار صحيح. وضد زاد الحكومه تخلي الدخان المدعم نتاعنا احنا ب 3500 3750. مساله نظريه لو نحكي ونقول الدخان مضر وبطل, ما مش سهل, ما العالم الكل الناس كل تتكيف, ما تجي تونس معناتها باش يبطلوا الناس معاش تكيف, وهذا موجود, هذه ظاهره موجوده, ينقصوا منه يحاولوا بصحتهم. هذه مساله مربوطه بالقناعه الشخصيه للمواطنين, اما كوميم زاد في اطار الحمله نتاع مقاومه التهريب وهما خاطر الدخان هذا, خلينا بالحق معناتها نعملوا سياسه واضحه, ما نزيدوش في اسوام الدخان المحليه نتاعنا وبعد نقولوا شبي الناس تمشي للدخان بدينار وب 900 وما عادش قداش سوم. 500 مليار انت قبيله قلت 500 جوست نفتح قوس صغير, 500 مليار سنويا احنا نخسرهم في جره التجاره الموازيه. 500 مليار كان جاو تنقيص من البكو الدخان اللي جاري نحكي عليه انا الحكومي, راهي مشيت امريكا للدوله تربح والمواطن يربح صحته وتخطانا من الحوادث نتاع التجاره الموازيه ومن المخلفات من رشوه من برشا وغير كل رولاتيف بعض. الله يسكر علينا القوس السي عماد لا يخرج عم سيجارو.